قناة فهد بن محمد. شفتها يا سعود صدفة بعد ما مرت سنين، عند قسم المختبر في وسط مشفى الجامعة، جيتها ثم قلت ممكن في سؤالي تسمحين، نظرات فيني بدهشة نظرة متواضعة، قالت انت تحسبني من بنات صايعين، تحسبني في زماني عن طريقي ضايعة، قلت انا ما راح اطول كل ابوها كلمتين، وابعدت عني شوية ثم جتني راجعة، قالت اسأل واضح انك من رجال طيبين، بس هرجك يا السنافي كان وشهو دافع، قلت انا حبيت وحدة يومك النص غيري، من 8 سنين راحت للمواصل قطعة، عقبها ما ذقت نوم يهتنيها النايمين، ساهر في طول ليلي لين شمسي طالعة، أذكر أنه فيها حبة فوق ثغرة من يمين، واذكر أنه لا جرينا كن شعره تابعة، واذكر أنه عاشق فالورد ورد الياسمين، صار قلبي بالورود اللي عشقها زارعة، طابع اسمه بقلبي فيه سين وفيه عين، فيه ألف وفيه دال وسط قلبي طابع، قاطعتني بقولها سبحان رب العالمين، مرتين انكررتها وبعد مرة ورابعة، قلت وش فيك وش بلاك يا بنية ترجفين، ليش عينك يا بنية من كلامي دمعة، قالت الموقف وقلبي والمحبة والحنين، كيف أشوفك بعد ما أنا كنت عنك قانعة، قلت أنا بسألك يمكن إنك تكوني تذكرين، عن مواثي قلت منها من حياتي دافعة، قالت ظروف الزمان ما تطيع العاشقين، بيعوني غصب حبك لو هماني بايعة، أنا في دنياي حالي كنها حال السجين، حتى لو فكوا سراحه فيه شيء مانع، زوجوني غصب واحد وحرموني حاجتين، السعادة في زماني والحياة الرائعة، والحين أنا أم ثلاثة عندي ريم وياسمين، والولد اسمه على اسمك والمشاعر جايعة، والولد اسمه على اسمك والمشاعر جايعة.